عبد الرحمن يقول: أنا رجل مشترك مع شخص آخر في دكان، مناصفة بيننا في العمل ورأس المال والربح والخسارة. واليوم شريكي يقول لي: إما أن تأخذ مبلغا من المال علاوة على نصيبك في رأس المال والربح وتترك الدكان، وإما أن تعطيني هذا المبلغ علاوة على نصيبي في رأس المال والربح وأنا أترك الدكان. وأنا موافق، ولكن أخشى أن يكون في هذا الأمر ربا، فما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا. اتفقتما على إنهاء الشركة ومعرفة ما لكل واحد منكما، ويأخذ مقابل تركه للشركة مبلغا من المال لأجل إنهاء الشركة، وتكون لواحد فقط منكما، فلا بأس في ذلك، لأن هذا من الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلح أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا صلح جائز ولله الحمد، لأنه لأجل إنهاء الشركة. نعم.